افراد الامن الوطني الغرض منها. مخطط عمل مدروس بين القيادتين، قيادة الأمن الوطني بأمن ولاية تمنراس وقيادة مصالح الدرك الوطني بتمنراس. هذه العملية مست عدة أحياء وبؤر للجريمة على مستوى مدينة تمنراس ومحيطها، تضمنتها عملية وضع حواجز ثابتة لمراقبة الأشخاص والمركبات، مراقبة أمنية ومراقبة إدارية. الحملة تدخل في إطار مخطط العمل المشترك لقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراس ونظيره من الأمن الوطني، وهي موجهة لمختلف البؤر الإجرامية على مستوى مدينة تمنراس، تمكن من محاربة مختلف أشكال الإجرام عبر كامل إقليم ولاية تمنراس. الحمد لله الأمن راه موفر، خاصة هذا البارج اللي داروه ما شاء الله، السرعة نقصت، حوادث المرور نقصوا تبارك الله، المراقبة راهي يوميا ما شاء الله.